اعتقال والد وشقيق الفتاة سوار قبلاوي التي راحت ضحية جريمة قتل في تركيا. حزب الجبهة يدعو للحفاظ على القائمة المشتركة ولا يستبعد خوض الانتخابات منفردا. وارتفاع أعداد وفيات الأطفال إثر الحوادث المنزلية في البلاد. اعتقلت النيابة التركية والد وشقيق الفتاة سوار قبلاوي من مدينة أم الفحم بتهمة إلقائها عن شرفة منزلها وقتلها، وذلك عقب العثور عليها ملقاة على الأرض في مدينة إزميت التركية. وتواصل الشرطة التركية التحقيق حول شبهات جريمة قتل والخلفية الجنائية، حيث مددت المحكمة اعتقال والدها وشقيقها للتحقيق في شبهة الضلوع في جريمة قتلها. ووفق المعلومات الواردة، فإن الشرطة التركية عثرت على علامات عنف وكدمات على عنق الضحية، فيما توالت الأدلة المشيرة إلى وقوع جريمة قتل وفق توثيق الكاميرات وإفادة الشهود الذين تواجدوا في المنطقة خلال وقوع الجريمة.